عندك نوعية قفشة؟ مفيش نوعية قفشة في مصر. يعني مين عنده قفشة كابتن مدحت؟ سبحان الله، يعني لا مجدي قفشة في حتة تانية يعني ما شاء بصراحة. الله يعني شوف ربك لما يريد. طبعا يعني هو كان في بيراميدز انت عارف طبعا. طبعا وراح عبد الله السعيد هو قاعد على الدكة. وخرج احيانا من القايمة بتاعت بيراميدز كمان، يعني في ماتشات هو ما كانش كمان على الدكة. ايوه بالظبط. طبعا رامون دياز اساسا كان مخرجه خالص يعني. كانش بيلعب فعلا. ويشاء المولى ان هو يعني هو كان بره ال 18 خالص. حصل. فعلا. وكان احيانا بيضربه لوحده خالص. ويشاء بعد ما راح عبد الله السعيد. ويشاء المولى انه الاهلي ياخده بوجهة نظر محترمة جدا. ويبقى هو مجدي زي ما انت تقول ما فيش نوعية. لا ما فيش النوعية دي في مصر بصراحة. لعيب كبير. لعيب يعني خطير جدا. لعيب يعني من الصعب ان انت تمسكه في الملعب كمان. يعني قفشة من اللعيبة اللي صعب جدا ان انت تلعب عليه مان تو مان. يعني حتى لو فكرت هتلاقيه بيتحرك في كل حته في الملعب، بينزل يستلم من على الجنب ويستلم من نص الملعب وبيكمل ورا الفراوده وتلاقيه جوه الصندوق. فانت هتجيب لعيب في الست يارد احيانا. بالظبط، ما انا بقول لك بيكمل جوه الصندوق. فبالتالي لا قفشه من النوعيه اللي صعب ان انت تلعب عليه او تفكر انك تعمل كده. يعني طبعا طريقه مان تو مان دي يعني مستحيله معاه. طبعا مستحيله مع يعني ما بقاش مدربين طبعا محدش بيعملها. لكن حتى لو انت عايز توقف خطورته من الصعب ان انت تلعب عليه لعيب لان هو بيتحرك كتير قوي. كان زمان لما الطريقه دي كانت معروفه لو تفتكر ايام شطه. لما كان شطه يمسك لعيب يمسك فكان النص يمسك كابتن فاروق جعفر. فكان النصح ان اللي ممسوك ده يروح يقف مع لاعب زميل شطه. بالظبط. يعني ياخد بعضه ويروح يقف جنب واحد تاني زي مثلا مصطفى يونس مثلا. اي حد يعني يروح يقف. فبقى اتنين مضروبين بواحد او بالزبط. واحد مضروب باتنين. بالظبط. دي كانت وسيله ضرب الطريقه دي وخلصت. لا طبعا اختلفت في العالم كله. والا كانت الناس عرفت توقف ميسي وكريستيانو. لا خلاص بقت صعب.